السلام عليكم، حياكم الله، معاكم كوش ياكو. هذا فيديو جديد تعليمي عن كونان إكزايل. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن تغيير جذري حصل في اللعبة، وهو من ناحية الـ HP والهيلين. فصار في تحديث جديد وتغيرت اللعبة جذريا. يلا خلينا نبدأ الحين. راح نتكلم عن الأشياء اللي نحتاج نتعلمها واحدة ورا الثانية، وبعدين نرجع للبيس ونبدأ نشتغل على كيفية صناعتها. يلا خلينا نبدأ. اولا نروح المنطقه هذه، انتم عارفين الدنجن اللي تحت الماء مهم جدا نروح هناك. طيب وصلنا لمنطقه الدنجن، يلا خلينا نتحرك الحين. ما راح ندخل الدنجن كله، بس راح نيجي المنطقه هذه، مهم جدا نروح لمكان معين. شيت هنا نتجنب هذا كلش ونروح لمنطقه النهر هنا، البحر هذه زي ما انتم شايفين معي هذول قاعدين يعبدون هنا. فراح ادخل اوكي، نوخر عنهم شوي، بعدين راح اطلع فوق، بعدين راح انزل وحده من شو اسمه هذي المكتبه اللي تحتي على طول، هذه شايفينها. اوكي لازم تكونون على الاقل هنا اللي بتوصلون تنزلون لتحت هذه للمكتبه بدون ما يتاثر، ما ينقص الاكسجين حقكم. لازم على الاقل تكونون بالفيتاليتي مصلين المستوى هنا، شايفين الفيتاليتي لازم تكون على الاقل وصلتوا لهنا اللي هو الديب بريث. يلا خلينا ننزل. استامنا ما تأثر تحت الموية عادي، يعني حتى لو نزلت استامنا زي ما انتم شايفين سرعة السباحة ما تغير. زي ما تشوفون حتى ما وصل لنص الاكسجين، لا زال عندي اكسجين كفاية اللي اقدر ادخل جوا. شكل اللعبة مقلتشة عندي ولا ادري والله. طيب وصلنا الحين، تقدرون استامنا بعد رجعت. الحين تقدرون تسوون شيئين، اذا كنت كان مستواكم مرة يعني عالي تقدرون تقاتلون الشخص الموجود هنا المخلوق هذا، او اذا كنتم مستواكم مرة صغير بس تبون تحصلون على الوصفة، بس ما راح تقدرون تستخدمون الوصفة الا تجيبون السكيل اوف دايجون. فلازم تقتلون واحد من المحوش هذه عشان تقدرون تسلخونه تاخذون شو اسمه سكيل اوف دايجون منه. لكن اذا كنتوا تبون جايين تاخذون الوصفة ممكن تروحون للباليت هذه تضغطون على الاي، يعني تتفاعلون معاها تاخذون الوصفة تطلعون بسرعة، او انكم تقتلونه هذا. هذا طبعا باص من المستوى الجمجمة واحدة، فانتبهوا لهالشيء. يلا خلينا نشوف طريقة انك كيف تاخذها بسرعة وكيف انك تقاتله. يلا بسرعة راح انطلق، بسرعة ما عندي، راح احاول اضغط على الاي بسرعة شيء وارجع مرة ثانية. شايفين؟ ها ما سوى ولا اي شيء، لحقت اني انحاش. تقدرون تسوون هالشيء الحركة هذه، او انكم تقاتلونه. لكن كنتم انا راح اقاتله، راح احاول اني اقاتله اذا وصل، مع انه المفروض انه يعرف يسبح مخلوق مائي. ما لحقنا. يلا الحين راح انتظر استامنا حقتي ترجع وراح احاول اني اقاتله. يب يلا بسم الله راح اقتله. زي ما انتم شايفين جمجمه واحده، تمام ذبحناه زي ما انتم شايفين. الحين راح نصلخه. اوكي يلا بسم الله عشان ناخذ يب سكيل اوف داغون زي ما انتم شفتوا اخذناها. هذه هي سكيل اوف داغون. طبعا كل وحش نقتله راح يحتاج يطلع لنا سكيل وحده بس. يلا خلينا نرجع. اوكي طيب زي ما انتم شايفين هنا في المكان هذا في الماب، لحظه نشوف هنا. تعالوا لنا من هنا، تعالوا لنا من هنا المنطقه هذه، وحاولوا تقتلون كل الموجودين في المنطقه هذه، كل الوحوش زي ما انتم شايفين. ونيجي ناخذ الكتيب اللي هنا، فيست بانش. اوكي خلينا نشوفها، هذه فيست بانش، هذه وهذه. اوكي تعلمناها في المكان هذا زي ما انتم شايفين في المكان هذا. يلا خلينا ندخل عند الزعيم، لازم نواجه الزعيم. تبوا ترى في كذا جندي هنا، يعني راح ياخذ وقت، وفي جنود قدام كذا ثلاثه، اقتلهم كلهم لان الزعيم قوي بعد. يلا خلينا نقاتلهم. حلو يلا خلينا ننطلق للزعيم، في جنود كثير بالهبل. هذا هو الزعيم قدامي. يلا بسم الله، ثلاث جماجم زي ما انتم شايفين، صعب جدا، وغير انه يستخدم الرمح صعب جدا جدا تقتلونه. فحاولوا انكم، انا مستخدم الجاد مود عشان الفيديو. اوكي زي ما انتم شايفين ذبحناه. الحين نستخدم آلة تقطيع هارفست،
اوكي الانفيوزد وراب لازم تقتلون الزعيم عشان تجيبونها، فما زالت ما هي موجودة حاليا في الجيم، ان شاء الله راح تنزل عن قريب. الحين زي ما انتم شايفين انا هنا في المنطقة هذه، مهم جدا تكونوا موجودين هنا عند هذه، شايفين هنا المخيمة الصغيرة هذه لازم نطلع لها. واذا تبون تاخذون الوصفة الجديدة، الوصفة حقت شو اسمه الهربل تي، لازم تجون هنا تسلقون لي هنا تبع على الستامنا. اذا وصلت المكان هذا تقدرون توقفون وترجع استامنا مرة ثانية، بعدين نطلع كمل. انتبهوا من شو اسمه الساميريانز موجودين هنا، في اشخاص في بترولات، فانتبهوا. نجي نلف من هنا بسرعة، وهذه هي تجي هذا الكتاب بسرعة نتعلمه. زي ما انتم شايفين تعلمنا وصفة الطبخ هذه الثالثة، في منها ان شاء الله راح تكون فيه. راح نطلع خلاص. اوكي لازم الحين في المكان هذا شوف الماب، موقع الماب هنا جنب الابراج هذه تقريبا، في برجين هنا، تجون هنا لازم تتسلقون اعلى البرج عشان تحصلون الوصفة اللي بعدها. يلا خلينا نتحرك. طبعا انتبهوا على استامنا، اول شيء انا اجي من عند البوابة هذه، انا راح اطلع من هنا اذا نصير فوق البوابة. انتبهوا على استامنا، مشكلة استامنا صعبة جدا، لازم تصيرون ضاغطين على زر السبيس او القفز حقكم عشان ما يرميكم. هذا بصراحة حاولت كذا مرة اطلع بدون ما اضغط على الزر، صراحة يرميني واطيح. اوكي يلا خلينا نحاول مرة ثانية، هنا عاد مش مهم، ريح. الحين راح احاول اني اطلع فوق هنا، في فتحة اقدر اوقف عندها. يلا بسم الله. اوكي اوه تمام الحمد لله. الحين انتظر استامنا ترجع بالكامل، بعدين نطلع فوق بالجهة الثانية. اوه شيت راح اطلع للجهة الاخرى هنا، حاول بسرعة بسرعة. ياب هنا اوقف، هنا اقدر اريح. تمام ترتفع استامنا حقتنا مرة ثانية، بعدين زي ما قلت لكم لازم تصيرون مستمرين على الضغط على السبيس، لا تفكون السبيس او زر القفز. الحين وصلنا زي ما انتم شفتوا المنطقة هذه، نطلع فوق هنا، شايفين هذه المخطوطة لازم نتعلمها، نضغط عليها اي وكذا تعلمناها. هو الكتاب حق الالو اكستراكت. تمام شوفوا مكانه في الماب هنا، وين بسم الله هذا ياب هنا موقعنا. يلا خلينا نكمل. شايفين الجريت حقتي ولا شيء، يعني تقدرون لو من اول ما تلعبون الجيم راح تقدرون توصلون للمكان هذا، ما في مشكله. طيب وصلنا للبيس، الحين ان شاء الله راح نشوف بعض الوصفات الموجوده. طبعا احنا قاعدين نشوف هذه، في وصفات لا زالت ما نزلت الى الحين، لكن اغلبها ان شاء الله راح نستخدمها الحين، وفي وصفات ان شاء الله في المستقبل القريب باذن الله راح تنزل. اول شيء طبعا نفتح الفرن هنا زي ما انتم شايفين، الالو سوب. الالو سوب طبعا الالو سوب له وصفته الخاصة فيه، اهم شيء لازم يكون عندنا الالو ليف، لازم يكون عندنا السوب. السوب هذا هو مواصفات مطلوبة منه، لازم تجيب فيرول فليش وملح وهذا البيوريفايد يعني الموية المطهرة. خلنا نصنع تقريبا يلا 10، طبعا لازم تحطون خشب في شو اسمه الفرن عشان يشتغل. تمام الحين بعدين وخلصنا من هذا راح نسوي لنا السوب كرافت تقريبا يلا نقدر عليه. بعدين اول ما يخلص نسوي لنا الالو هذا. يلا نسوي 4 وكذا سوينا الالو اكستراكت الالو سوب. الالو سوب هذا مساعد ممتاز جدا للاتش بي. خلينا نشوف الهربل تي، هذا ايس تي. الهربل تي هذا هو يحتاج لنا بيوريفايد واتر، يحتاج لنا الاشياء هذه كلها موجوده ما عدا البيوريفايد ووتر. زي ما انتم شايفين نسوي البيوريفايد ووتر، واول ما يخلص نقدر نصنع الهربل تي. بسيط جدا وما يحتاج لاي شيء بس تقريبا. طيب الوصفه اللي من شوي شفناها حقت الالو اكستراكت والايس تي، لازم هنا خلينا ندخل على الفيت زي ما انتم شايفين هنا، ندخل على هذه تقريبا زي ما انتم شايفين هنا، نجي ننزل تحت عشان نقدر نفتحها. لازم نفتح الستوف عشان نقدر نفتح الوصفات هذه كلها، فلازم تفتحون الستوف، والستوف راح يكون
لا الطبق لازم تكونوا على الأقل مستوى ليفل 29 عشان تقدرون تفتحونه. هذه ثاني شيء. بعد نجي هنا تحت السيرفايفل في فوق تطلعون هنا زي ما انتم شايفين هذه المحاليل لازم تفتحونها عشان تهيلون انفسكم. هنا اللي الو اكستراكت المركز تقريبا لازم تفتحونه تقريبا 8 نقاط عشان تفتحونه. لازم تكونوا فاتحين على الأقل الكالدرن. الكالدرن لازم تكونوا مستواكم على الأقل تقريبا زي ما انتم شايفين 15. وبعدها هنا لازم تلفلون سر ليفلكم 35 عشان تقدرون تفتحون الالو اكستراكت المركز. يلا خلينا نفتح انلوك. ويجي بعده على طول اللي هنا زي ما انتم شايفين البيور الالو اكستراكت. الالو اكستراكت المركز لازم على قد تكون ليفل 58 زي ما انتم شايفين، ونفتحها ب 12 نقطة تمام. وبعد هنا لا انتبه معانا زي ما انتم شايفين في ثلاث انواع باندج، والرابعه راح تنفتح معانا طبيعيا من اول ما ندخل الجيم راح تنفتح معانا. يجي بعدها الهيلينج راب، هذه لازم نفتحها. وبعدها النامن راب، هذه لازم نفتحها بعد المخدر او المسكن. ويجي بعدها اخر شيء شو اسمه ستوتر راب. ستوتر راب هذه لازم نفتحها تقريبا ب 12 نقطه. يلا انلوك. يلا خلينا نشوف كيف نشتغل هالاشياء داخل الجيم. يلا بسم الله. نجي عند الفاير كولدرن هذه ونجي نفتحها زي ما انتم شايفين هنا. اوكي هذه هي اسمها، هي مرتبه معانا. اوكي يلا خلينا نشوف. هذا الالو اكستراكت موجود من اول ما تدخلون الجيم، ما يحتاج تفتحونه. اتصور يحتاج لنا 10 الالو عشان نقدر نسويه. اللي يجي بعدها على طول اللي هو المركز كونستريتيشن، هذا هو نحتاج يكون عندنا 30 اوراق الالو، 30 الالو ليفز. ولازم يكون عندنا الكيميكال بيس طبعا زي ما هو واحد نسوي الكرافت. ويجي بعدها على طول النقي البروف بيوريفايد، هذا هو هذا البيوريفايد طبعا زي ما انتم شايفين 50 الو اكستراكت و20 كيميكال بيس. طبعا لازم يكون عندنا فضه ولازم يكون عندنا ذهب ولازم عندنا يكون اكر كثير بالهبل عشان نقدر نسوي الوصفات هذه. فحاولوا انكم تجمعون الله يعين. هنا زي ما شفنا البيوريفاي الو اكستراكت طبعا زي هذه وصفته. وبعدين يجي الاخير اللي هي لازم يكون عندنا السكيل اوف داغون عشان نستخدمه. يلا راح اسوي كل هالوصفات هذه وارجع لكم منها الرابس. بعد نجي هنا عندنا زي ما انتم شايفين فتحت هذه هنا، هذه يطلع لنا كل الاشياء اللي نقدر نستخدمها الكونسوبابل، هذه الاشياء اللي تقدر تاكلها تستخدمها. يطلع لنا في اربعة رابات. طبعا اذا بغيتوا ترجعون زي اول اضغطوا مرتين وينفتح مره ثانيه عشان ما نعقد الموضوع. اوكي الحين يجينا الرابس اللفات، هذه تقريبا في خمسة رابس. الخامسة الى الان ما نزلت، راح ان شاء الله راح تنزل عن قريب. ووريتكم مكانها، لازم تقتلون الزعيم اللي في المنطقة هذه، لازم تقتلون الزعيم اللي في المنطقة هذه ان شاء الله راح يطلع لكم، بس مو الحين، اول ما تنزل باذن الله. فهنا زي ما انتم شايفين عندي اربع وصفات، اللي هي هذه اول واحدة اللي الرف راب، هذه ما راح تحتاجون تتعلمون شيء، راح تكون موجودة عندكم في اللعبة على طول. فيحتاج لها 10 الاوراق الليف وخمسة الالو اكستراكت عشان نصنعها. بعدين يجي على طول بعدها هذه الهيلين راب، طبعا هذه افضل منها، تستخدم 10 ليذر و10 الو ليفز. وبعدها على طول اللي هي النامينج راب. النامينج راب طبعا زي ما انتم شايفين مستوى اعلى، وراح تكون 10 ليذر و20 الالو ليفز والكيميكال بيس تمام. يجي اخر شيء هذه طبعا زي ما انتم شايفينها ستاتر راب، يحتاج يكون عندنا سلك 10 حرير و30 الالو ليفز وزي ما انتم شايفين كيميكال بيس. كل هذين راح احاول اصنعهم وارجع لكم. طيب زي ما انتم شايفين قدرت اجيب الراب الخامس، هذه زي ما انتم شايفين على رقم 8. هذه لازم استخدمت جاد مود عشان اقدر انزلها، لكن ما راح تنزل الا ان شاء الله في التحديثات الجايه عن قريب. طبعا هذه لازم تكون تقتلون الزعيم اللي قلت لكم عليه الرقم 8، لازم تقتلون الزعيم. فخلنا نفتحها ونشوف. هذه هي طبعا هذه لازم تكون 25 على الاقل ليفلكم 25، وهذه لازم يكون على الاقل ليفلكم 45، وهذه لازم يكون ليفلكم على
طيب كل واحدة الحين نتكلم عن ال HP زيادتها للهيت بوينت. زيادة الهيت بوينت راح تكون إيش فايدتها بالنسبة لنا؟ يلا كل واحدة تقريبا من ال هذيل الشيء اسمه الرابس تحتاج على الأقل 10 ثواني عشان تبدأ مفعولها. فاهمين الباندجز هذه الرابس لازم 10 ثواني كل واحدة 10 ثواني عشان تبدأ المفعول حقها. فالدام فالشيء اسمه الراف راب تعطينا 78 HP هيت بوينت. اللي بعدها اللي شو اسمه الهيلينج راب راح تعطينا 117 خلال 10 ثواني. بعد 10 ثواني تبدأ تعطيني إياه. طبعا والنامينج راب تعطينا 156 هيتش بي الهيتينج بوينت بعد 10 ثواني. طبعا اللي بعدها الستتر راب تعطينا بإذن الله 195 هيت بوينت زيادة. يعني نزل تحطنا 195. أما آخر وحدة اللي لا الحين ما نزلت يعني إن شاء الله راح تنزل في القريب اللي هي انفيوزد راب راح تعطينا تقريبا 134. صور لنا فقط أقل ما أدري خلينا نشوف. يلا خلينا نجرب كل الأشياء هذه. طبعا كل وحدة لها في مميزات ومواصفات. خلينا نشوف أول شيء ثواني بس خلي أشيل ال HP حق زي ما أنتوا شايفين الحين ال HP حقي نازل أقل شيء. خلينا نجرب أول شيء الرقم واحد اللي راف راب زي ما أنتوا شايفين ياخذ أنيميشن. يعني زي ما أنتوا شايفين كل وحدة ما يعني لو أوقف خلال الأنيميشن هذا راح يوقف ال HP حقي. نشوف شايفين زادت خلال 10 ثواني هذا الشيء البسيط. يجي يلا خلينا نجرب الراب اللي بعده. طيب خلينا نجرب النامينج راب رقم 3. يلا بسم الله اشوف هيلينج شايفين معطينا باف هيلينج وهذا هو نفس الشيء بعد لو بوقف راح يتوقف لو يضربني اي شيء راح يتوقف الهيلينج. شايفين هذا هو خلال 10 ثواني تقريبا 100 و156. فهكذا يعني هذه بصراحه لكل خلينا نجرب الاخيره بس عشان نشوف. طيب خلينا نشوف اللي الى الان ما نزلت اللي هي انفيوزد راب رقم 5. اوكي خلينا نشوف الاتش بي حقها المفروض انها تعطينا باسرع وقت. ياب هي اسرع شيء تقريبا زي ما تشوفين تعطينا 134 اتش بي هيتنج بوينت خلال الجيم. يلا خلينا نكمل. طيب الحين زي ما انتم شايفين الالو كل المحاليل حقت الالو خلينا نشوف الانيميشن او الحركه حقته. طبعا نفس الشيء لازم ما حد يقطعنا خلال الانيميشن هذه. طبعا اسرع شايفين الاتش بي كيف يزيد كيف شايفين كيف يزيد اسرع من الراب بس انه يعني افضل ترى شو اسمه الهيلينج بوشن هي افضل شيء حاليا. اذا خلال حتى المعركه لما تنضربون تصور انه خلص اذا خلصت الانيميشن راح يستمر العلاج اما اذا ما خلصتوه راح يوقف. اما الراب حتى لو خلصت الانيميشن لو تنضربون بسرعه راح ينزل اتش بي حقكم ما يزيد. اما الهيلينج بوشن حتى لو تنضربون بعد ما تسوون الانيميشن بالكامل راح تستمر العلاج. يعني الى الان الهيلينج بوشنز هي الافضل حاليا زي ما انتم شايفين هذه الانيميشن سريع جدا وزي ما انتم شايفين راح يزيد حتى لو انضرب. فاهمين حتى لو انضرب راح يزيد. استخدمت مشين الكنستري المركز. خلينا نرجع مره ثانيه نجرب الاشياء الثانيه لحظه. ها زي ما انتم شايفين خلينا نستخدم الانفيوزد الو اكستراكت الرقم 4. بسم الله المفروض انه يعطيني 140 طبعا اسرع خلال 7 ثواني. زي ما انتم شايفين الحين هذه كل العلاجات اللي راح نستخدمها داخل الجيم. هذه العلاجات اللي الحين مؤثر تاثر. اول كان الاكل كل ما اكلت اكثر كل ما زاد الاتش بي. حاليا خلاص هذه انشالت مره. فبالنسبه للهيلين اذا كنتم تحاربون تقاتلون استخدموا هذه. هذه راح حتى ما يحتاج لانيميشن. فهذه هي الاشياء الوحيده اللي راح تقدرون تستخدمونها اثناء المعركه. اما اذا كان تقدرون يعني تاخرون مسافه يعني تقريبا اقل من 10 ثواني تقدرون تنحاشون او شيء زي كذا تقدرون تستخدمون الهيل انصحكم في استخدام البوشنز. هذه افضل شيء تقريبا بعد لان هذه ما يحتاج انيميشن. هذا انصحكم فيه لازم تستخدمونه لانه ما يحتاج له انيميشن. هذا راح يوقف الهيل وهذه كل الاثنين لازم له حركة عشان لازم تخلص الحركة عشان يبدأ العلاج. فهذه مشكلة كبيرة جدا. فبالنسبة لي من ناحية الترتيب هذا رقم 1 هنا رقم 2 وهنا رقم 3 لكن بشكل عام أنصحكم برقم 2 هو الأفضل تقريبا. أوكي
يلا كذا تكون انتهت حلقتنا اليوم. لا تنسوا تحطوا لايك اذا عجبتكم الحلقة وشفتوا شيء يعجبكم. لا تنسوا تحطون لايك بليز، وشوفكم حلقات الجاية. معاكم كوشياكم، فمان الله.